دكتور محمد صفوت، حضرتك بما انك مرشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كلمني عن اسباب ترشحك للنادي. الأول برحب بحضرتك وبشكرك طبعا على الفرصة دي. الحاجة التانية، أنا أوريدي كنت مرشح في الانتخابات الماضية 11/2017، والحمد لله توفقت وبقيت عضو مجلس إدارة. كان ليا رؤية وفيجن إن أنا يعني شايف النادي المفروض يبقى بشكل معين. ابتديت الخطوات في الموضوع ده واشتغلت عليه في خلال السنتين اللي فاتوا. في بعض المشاريع اوريدي خلصت وفي بعض المشاريع اوريدي لسه تستكمل الفتره القادمه. فده اللي يمكن اللي شجعني ان انا ابقى موجود الفتره القادمه ان شاء الله، ان انا استكمل بقيه المشاريع. يمكن شرفت في النص ان انا مسكت الاداره التنفيذيه في خلال السنتين دول، وده اللي هيأني ان انا ابقى عارف الدور اللي يعني كنائب رئيس مجلس الاداره، وانه حلقه الوصل ما بين المجلس الاداره والاداره التنفيذيه. فده شجعني ان انا ابقى اكون في المنصب ده بالذات الفترة الجاية عشان اتابع بقوة الحاجات اللي جاية ان شاء الله. ربنا يوفقك. ان شاء الله.